تؤثر الحكومة في الاقتصاد من خلال الإجراءات التي تتخذها لفرض سيطرتها ومنع الركود الذي يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين. وتنظم الحكومة الحالية السياسات الوطنية بطريقتين، فقد تحاول بعض الحكومات تحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية، وذلك بفرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد، أو تسمح للأفراد بتحقيق الأرباح والرفاهية الاقتصادية، وكذلك اتخاذ القرارات الفردية وامتلاك العقارات، وهو النظام الرأسمالي. الأساليب التي تنهج الحكومة أو التي تلجأ إليها الحكومات للتأثير على الاقتصاد هي التخصيص، تخصيص الاستقرار، السياسة المالية، السياسة النقدية، وكذلك التوزيع. فيما يخص التخصيص، تجمع الحكومات الأموال بعدة طرق مثل جمع الضرائب أو الاقتراض، ثم تخصص الحكومة نسبة عالية من هذه الأموال على الإنفاق العام كالخدمات والأنشطة المحددة أو مدفوعات أخرى. وبعد ذلك تقرر الحكومات المشاريع الاستثمارية، وذلك بحساب التكاليف والعوائد من هذه المشاريع. وإذا كانت الفوائد بالنسبة للتكاليف مرضية، تخصص الحكومة الأموال لها، وتقوم الحكومات حديثا ببيع الأصول المملوكة للدولة لأصحابها، وهو ما يسمى بالخصخصة، وذلك لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية. كما تنظم السياسة الحكومية الأنشطة التجارية والصناعية، وهي بذلك تؤثر على المنافسة والاندماج، مثل تحديد ساعات فتح المتاجر أو شراء السجائر، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور ومواقع المشاريع الجديدة وأنشطة المشاريع القائمة وتخصيص الموارد. هناك ثانيا الاستقرار، تتلاعب الحكومات بنوعين من السياسة الاقتصادية بعد تحقيق السيطرة على التضخم وحصول استقرار في العمالة الكاملة وميزان مدفوعات العادل. وهذه السياسات هي السياسة المالية، السياسة النقدية، والتوزيع. بما يمكن تعريف السياسة المالية، مثلا الجيش والخدمات العامة كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات الحكومية، تحتاج إلى التمويل من عدة مصادر، مثل فرض الضرائب وطباعة النقود والاقتراض وبيع الأصول الثابتة والاستثمار في العملة المحلية وغيرها. وتؤثر الحكومات على الاقتصاد من خلال تغيرات في مستويات الإيرادات والنفقات، وذلك بالتأثير على إجمالي الطلب ومستويات النشاط ونمط تخصيص موارد، بالإضافة إلى توزيع الدخل. وتتمثل السياسة الحكومية المالية فيما يلي: سياسة مالية محايدة، سياسة مالية توسعية، وسياسة مالية انكماشية. ماذا يعني سياسة مالية محايدة؟ بحيث تؤثر الميزانية بشكل محايد على النشاط الاقتصادي، لذلك تنفق الحكومة من الإيرادات الضريبية عند حدود التوازن الاقتصادي. أما فيما يخص سياسة مالية توسعية، فحيث يتوسع الإنفاق الحكومي ويتجاوز الضرائب، وغالبا ما تكون خلال حالة الركود. وأخيرا سياسة مالية انكماشية، التي تستخدمها الحكومة السياسة المالية لسدد الدين العام، وعندها يكون مستوى الإنفاق أقل من الإيرادات. أما فيما يخص السياسات النقدية، كما هو معروف، تحقق الحكومات النمو الاقتصادي واستقرار، وتحصل على أسعار مستقرة، وتخفض معدلات البطالة عن طريق العرض النقدي، والتي تستخدم عدة أدوات لها، مثل التأثير على سعر الفائدة وعملية السوق المفتوحة، والتي تدخل عملة أساسية في السوق عن طريق شراء سندات الخزينة والعملة الأجنبية، وكذلك خصم نافذة الإقراض وإقراض الودائع الكسرية والإقناع الأخلاقي.
وعدلك وكذلك العمليات المفتوحة. ويمثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني وغيرها أمثلة على مؤسسات السياسة النقدية، بحيث يوجد عدة سياسات نقدية تستخدمها الحكومات، كاين السياسات التوسعية، السياسات الانكماشية، السياسات الملائمة، والسياسات المحايدة، والسياسات المشددة. يوجد ثلاث أنواع من السياسات الاقتصادية، وهي سياسة الاقتصاد الكلي بحيث تحقق هذه السياسة نتائج مواتية للنمو الاقتصادي المولد للعمالة، وذلك بالتنسيق بين أدوات السياسة والتي تشمل الضرائب، الإنفاق العام، الإعانة والائتمان، وكذلك تغيير أسعار الفائدة. سياسة الاقتصاد الجزئي تشجع الاستثمار وكفاءة المؤسسات ورفع مستوى الدخل، وتقوم سياسة الاقتصاد الجزئي بتطوير القطاعات الاقتصادية والشركات بالإضافة إلى الأسر. أخيرا النمذجة الاقتصادية تهتم بفهم التدابير السياسية وعواقب المقترحات السياسية وتأثيرها على النمو والعمالة والتضخم والفقر وعدم المساواة، وبالإضافة إلى تقييم أداء الاقتصادي يعتمد على النماذج التي تقدمها هذه السياسة والتي تحدد العلاقة والتآزر بين مختلف السياسات.